نبقى في الأنبار، حيث تعمل الحكومة المحلية على رفع مستوى الواقع الصحي في مدينتي الرمادي والفلوجة من خلال افتتاح أقسام ومراكز جديدة تخدم المواطنين. وفي جديد ذلك، افتتحت دائرة صحة الأنبار مركز الأطراف الاصطناعية بالتعاون مع منظمة UNDP الألمانية في مستشفى الفلوجة التعليمي لتقديم الخدمات لشريحة كبيرة من المعاقين فيما يخص الأطراف العليا والسفلى. مدير صحة الأنبار الدكتور أخضير خلف شلال كشف لدجلة عزم دائرته رفض مستشفى النسائية والأطفال في الرمادي إدخال جهاز رنين مغناطيسي هو الأول في العراق، موضحا أن المحافظة يوجد فيها نحو 20 جهاز مفراز حلزوني ورنين عادي. تم افتتاح مركز الأطراف الصناعية اللي تم إعادة تأهيله عن طريق منظمة UNDP. هذا الأطراف تم تجهيزها بالمواد عن طريق وزارة الصحة ودائرة صحة الأنبار وعن طريق الصليب الأحمر، يقدم خدمة كبيرة لشريحة واسعة في محافظة الأنبار هم المعاقين، خدمات الأطراف العليا والسفلى. أيضا كان المحطة الأخرى هي في مستشفى النساء والأطفال في الرمادي لغرض افتتاح وإدخال خدمة جهاز الرنين المغناطيسي اللي أول مرة يدخل في العراق كمستشفى حكومي من أحدث الأجهزة تدخل في العراق، أيضا جهاز مفراز حلزوني من أحدث الأجهزة العالمية. سابقا كان لدينا في 2019 جهاز رنين واحد وجهازين مفراز، الآن خلال سنة 2020 و21 وصلنا إلى 11 جهاز مفراز حلزوني وسبعة أجهزة رنين داخل المؤسسات الصحية في محافظة الأنبار.